لا سبب خوفني زياد ماما، ولو طنط كارلا بقيت بالبيت كان الحكي اللي قلت لك هلا عن زياد قلته لكارلا، لاني مستحيه منك. ما تستحي من شيء، انا امك، واذا كنت بعيده عنك فالحق علي. اسمحي لي هلا اصلح واقرب منك. صحيح، هيدا الصحيح. وانا باكد لك انه زياد اللي حبيتيه ببراءة بنت ال17 هو زيته زياد اللي بيشبه بيك بركضه ورا كارلا. كمان بنتي، هالمرة من يوم ما فاتت على بيتنا والرجال حايمين عليها جوا وبرا. انت مأكدة ماما؟ كارلا مش هيك. كارلا هلأ مش هيك، كارلا قبل الحادث كانت أكثر من هيك. معك حق، كلها مغيرة، حتى صدرها صغران. المرة اللي معنا غير وحدة، حنونة، بتحبنا، ظهرتك، لبستك ومكياجتك، بتحب عمو رؤوف، متعلقة بلوسي، أكلة، تعليمة. غريبة هالكارلا. فكرتي شي مرة إنها ما تكون كارلا؟ وهي شو قلتي؟ كارلا اللي عايشة معنا مش هي ذاتها كارلا اللي تركتنا من 7-8 أشهر. قصدك إنه ماما ما يكون الكاس عم يحكي؟ لا صبي، شاكة بأشياء كتيرة، طريقة الحكي، التصرفات، الحركات، هيدا إذا بدنا نصدق الشكل اللي مغير بسبب العملية. خطير اللي عم بتقوليه ماما. هي وعم تنشطني وتمكيجني ليلة السهرة شفت شي غريب. كانت محمسة من كل قلبها، عم بتمشطني وتهتم فيي. حلوين هيك؟ انت قادرة. بجننوا. رح فوت البس، البسي انت وبكفي لك مكياجك. دعرت لتلبس. الفستان اللي نقيت لي اياه كان على التخت. قربت لقلبس، سمعت عم تندهلي من اوضتها، ركضت تشوف شو بدها. نجوى تجي شوي. كيف حياتي؟ بتساعديني معلقة السحابة. قربت منها لبكلها السحابة وهون طاش مخي. كارلا عندها تاتو صغير على اخر خصرة، كانت دايما تنمر فيه وتقلي اعملي مثله. كارلا هيدي ما عندها التاتو. ميرسي حبيبتي. بك شي نجوى؟ لا. طيب روح البسي، مش لازم نتعوق، وكفي لي برجع مكياجك. ساعتها شكيت، ساعتها تاكدت انها مش كارلا. ومين بدها تكون؟ ما بعرف، بس انرعبت. غريبة ببيتنا، ليش دخلت بيتنا؟ معقول عمو رؤوف ما اشتلق؟ عمي رؤوف صار له سنتين ما بيقرب منا. ماما حكيك رهيب اذا كارلا مش كارلا. واللي بيضحك اكثر انه العاطلة راحت واجت المنيحة. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. كيف القعدة برات البيت؟ كيف الجو بالبيت؟ بيك ما فريني معه الا النتائج. رائع طارق ونجوى. ماشي حاله. خلينا نرجع انا وياك كم شغلة. ايه يلا. نعم. خليها تفوت. مين؟ أنا منيح يا سرقة الرجل من بيتي. سرقته عقلبي. شو في؟ لا لا أنا غلط، أنا غلط. الإذن.
استرجوا شوي مع بعضكم وانا هلا برجع. في شيء؟ اسبوع بطل يفل، شوفوا شوي برجع. لبق لك المطرح. مرسي. صاحبه معبيه اكثر. كل شيء ماشي تمام؟ بالنسبة لشو؟ يا هايدي بالنسبة لشو؟ ملاحظة انه ولا مرة من يوم الحادث صار لنا نقعد لحالنا؟ نقعد نعمل شو؟ نعمل شو؟ مش عم بتزيديها كارلا شوي؟ أنا وياكي بالمكتب ما في غيرنا. اشتقتلك اشتقتلك. نزل ايدك. معك حق. الحيطان إلى دينين وعيون لحين. بس نخلص لحين. برافو عليكي. هيدا المطلوب. هاي حياتي. هاي حبيبي اشتقت لك. احلى شيء الرجال يكون مغروم بمرته لما تساعد الاستحقاق تقرب، احلى شيء. تاخرت عليكم؟ ابدا. كنت عم قلها تقوم من مطرحك. ما بدها تقعد مطرح ما بدها. هيدي ملكه حياتي. ليه الفل؟ عالشقة؟ بدي روح شوف فلوسي وبرجع عالشقة. مع ستة وجدة راحوا مشوار. خير؟ شو في؟ وجهك مش مرتاح. اعطيني كيف مال. قعد ارتاح. قعد. شو بتعرف عن زياد ناصر؟ ما تقولي لي انك بعدك فاقدة الذاكرة. مش عم بمزح. من انتين تعرفوه؟ في شي؟ زعجك بشي؟ ليه هو مدير الحملة مش طارق؟ والله يا ستانا الاستاذ صديق طارق ورؤوف والكل بالبيت قرروا انه هو يكون مدير الحمله. بس معقول سؤالك يعني؟ ما حضرتك كنتي وقت قرروا؟ بعرف بس ما بعرف تاريخه. تاريخه؟ اي تاريخ؟ كارلا هون؟ مش معقول. شو بنت حليل، انا وسابين كنا بدنا نروح لعندك امبارح. ليش؟ تعي تعي سابين بتخبرك بالأوضة. شو عم بصير؟ سابين تعي شوفي مين اجا. تا كارلا كيفك سابين؟ ما معقول بعدنا عم نحكي انا والماما بدنا نروح لعندك. مع هدية طبعا. هدية شو؟ ولو ما امبارح كان عيد ميلادك. كنت انا وسابين رايحين نعملكم سيربريز انت ورؤوف. بس سابين قالت لي لا مامي خليهم يحتفلوا لحالهم بكره منروح. ما تقولي ليه ما احتفلتوا امبارح بعيد ميلادك؟ بلا بلا اكيد. يا ريتكم جيتوا كنا انبسطنا فيكم. صحيح. شو هداك يا رؤوف؟ عقد. عقد كثير حلو. وليه مش لابستيه؟ لانه انا كنت شو؟ انت مين؟ انت مين مدام؟ كيف انا مين؟ كارلا عيدا يوم ما كان مفروض ترجع من روما بعد الشوبينج. الرحله كانت هديه رؤوف إلها. عيدك من 8 اشهر.
فانت مين؟ شلحت شابك مدام تقلي كيف انت مش كارلا؟ انت مين؟ شو صار معك؟ هيدا تقرير بكل شيء شفته اليوم. بيت ملحم عبد الكريم؟ شو عم تعمل ببيت ملحم عبد الكريم؟ علم علمك معلم. لقاء مع نيلي معوض المضيفة. نعم. نفذ الخطة. حاضر. ملحم عبد الكريم وليلي معوض بدني ورقوك فشلوا. مين يعني نادي الرافعي؟ نقيب نادي الرافعي مباحث الجنائية اسم الانتربول. تفضل. بشو بقدر اخدمك حضرة نقيب؟ بكتير اشي يا دكتور بركات. كارلا سالم مرت ابو سالم أكيد بتعرفها. أكيد. بها شيء؟ هل تعرفت عنها شيء بعد ما ظهرت من المستشفى بعد الحادث؟ للصراحة لا، بس عم تابع بالجرايد والتلفزيونات أخبار جوزها. وهي؟ ليش مفروض أعرف شيء عنها؟ هي؟ مبدئياً، بس بعد الحادث والعمليات يلي صاروا بوجهها تغيرت. بقدر افهم شو فيه؟ يوم الحادث مين اللي كان مسؤول عن تسليم الجثث؟ الو؟ يلا اوكي. امر دكتور بركات. حضرته النقيب نادي الرافعي. المباحث الجنائية قسم الانتربول. اهلا. وحضرة الدكتور موسى مسؤول عن براد المستشفى. في شيء؟ حضرتك سلمت جثة زينة كامل لاهلها يوم حادث الطيارة الشهير؟ اوف، من 8 اشهر. مبدئيا. كيف يعني مبدئيا؟ زينة كامل تبع التلفزيون ما هيك؟ صحيح. استلمها ملحم عبد الكريم ورودي جرجيان. ملحم صاحب محطة الأخبار؟ نعم. هو تعرف على جثة؟ الصراحة الجثة كانت مشوهة ومحروقة كتير، ما قدر أعرفها إلا من سنس اللي كانت بإيدها. بإيدها ولا على صدره؟ لا، بإيدها. ما بنسى المشهد، وكانت إيدها ملزقة عليها. في شي حضرة النقيب؟ وكارلا سالم عالجتوها؟ نعم. شو كان مع أغراض غير السنسلة زينة كامل؟ أغراض لبستهم، مجوهرات، محروقين شوي. مثل شو؟ عقد الماز، ساعة الماز، وحلق كمان الماز؟ بعتقد انضبوا بمغلف وتسلموا لملحم عبد الكريم. طيب انت ليش هالقد فايق على مجوهرات زينة كامل؟ علما انك شفت جثث كثير هداك النهار. ونحن عم نشيل اغراض الجثث، المساعدة لفتت لي نظري على تقل هالمجوهرات، قلت لك كل المشهد ما بيروح من خيالي. شكرا على معلوماتك. شو في لحتى بعد هالفترة عم يتم هالتحقيق؟ بس بتوضح الامور بلغك دكتور بركات. بس بتمنى اسئلتي تضل بيناتنا. طبعا. شكرا. مع السلامة. شرفت. شوفي ابصر، انت متأكد انه غرضها كانوا الماس؟ شو؟ في شيء غلط. كيف يعني؟ يعني مقدمة برامج حلقة وعقدة وساعتها ألماز. بركي تقليد. دكتور موسى قال محروقين شوي. تقليد بيحترقوا كتير أستاذ.
تعرفت على كارلا وروسي بالتجارة لحد هلا. كيف بتعملي هيك؟ يعني صدقتوني؟ ورؤوف ما عرف شيء؟ لا، بس ما بعرف إذا أنتوا رح تخبروني. وأدي لازم نصدق بقصة المؤامرة لقتله. الورقة اللي لقيتها تحت مخديتي أحي معي. بالأول تهيأ لي إنه طارق هو اللي بده يقتله. طارق بيعبد خيه. لهالسبب شلت طارق من راسي، وشكيت بزياد من لما ما كذب علي بسفرته على روما، لحد ما اليوم خوفني حكيه. ليش زياد بده يقتل عمو رؤوف؟ نفس البرافو المكتوبة على الورقة قال لي إياها اليوم بالمكتب، وقال لي كمان إنه ساعة الاستحقاق قربت. بركي استحقاق النيابة أو القتل. بس ليش زياد هو مدير الحملة؟ يمكن بغار من رؤوف أو من طارق. زياد شاب فقير وعمو رشيد حضنه وعلمه ووثق فيه. شو بدكم نعمل؟ بصراحة أنا مرعوبة. حبيتي لرؤوف؟ وحبيت لوسي وحبيتكم كلكم. هيدي الحقيقة نجوى. كنت عارفة إنه رح يجي نهار حدا يعرفني على حقيقتي، بس كنت مفكرة إنه رؤوف طلعت انت. ولا مرة عمو رؤوف شاف انه ما في تاتو، ولا مرة عمك رؤوف شاف شي. علاقتي فيه كانت محدودة لانه هالقد بتعني له كارلا وكان بده يطلقها. بس السؤال هو انه ليه كارلا هيك؟ ليه تجوزته اذا بدها تقتله؟ مين هي؟ كيف طارق هو يلي عرف رؤوف على كارلا من 5 سنين؟ يعني المؤامرة صار لها 5 سنين. طيب ليش؟ شو دور كارلا بالمؤامرة؟ وليه زياد بده يقتل رؤوف ليحرق قلب امه وبيه؟ لما سألت طارق كيف عرف كارلا وجابها على المكتب لعندهم، قال لي قدمت طلب وظيفة. في حدا ولا طلب الوظيفة؟ أو يكون زياد؟ ما بعرف، ضاعت. والعمل هلأ؟ بدكم تخبروا الحقيقة؟ منموت كلنا سوا؟ لا، هيدا لازم يبقى سر بيناتنا، ولازم نساعدك تنعرف ليه بدهم يقتلوه. بس بدي اعرف اذا مزبوط زياد سافر على روما قبل سفرتي انا، بالمانيفيست ما في اسمه، مع انه نيلي بتاكد. انا بقدر اعرف اذا ترك البلد من 8 أشهر او لا. بتقدري؟ باسبوره بضل بمكتب الحمله. ايه عال، عرفينا. اليوم طاط. طاط؟ بعدك عم بعتي لي طاط؟ وعلى الاقل الاخضر من هذيك النجسه. هي هلا اطمن بالي على طارق. ويعني؟ يعني انت كارلا المضيفه هيديك كانت مدوخه الرجال، راعبه بنتها، منكدي عيشته لرؤوف. الله يخلي لي اياكم. كارلا؟ كارلا رجعت ورح تبقى، ما حدا رح يترك البيت. رح اتصل بعمو رؤوف يجيب الشنط من الشقه ويرجع. طافي مية، وينها لوسي؟ لوسي بقيت مع الولاد عم تلعب. كان سمية عايزة تجيك. بالإذن. أنا بعتذر إذا سببت أي مشكلة بالبيت. أنا عندي سؤال. وأنا عندي 100 جواب. تفضلي طه، اسألني. هيك يا بنتي، كنت شوف الدمعة بعين ابني، صرت شوف لمعة. شفافه كانوا يضلوا مبرومين بالقلب، صرت شوفهم مفرفحين وعم يضحكوا. والسبب انت بالحالتين، السبب انت. وانا ما رح كون الا سبب الحالة التانية. قديش فيي اوثق فيكي وانا عندي كل ملفك؟ ملف شو؟ ملفك، ماضيكي. بس مش قادرة افتح تمي كرمال ابني. ليكي كارلا، إذا الله لهمك وصرت منيحة، بحطك بعيني هول، بقعدك على راسي من فوق. بس إذا كنتي عم تلعبي لعبة وسخة على ابني ومستقبله، بإيدي هيدول بغنقك. ملف شو؟ أنا بحرق أي شي بطالك إذا بتسعدي ابني.
فهميني ملف شو؟ بسيطة، رح مرقها تستهبليني. وين بنوتي؟ رجعتي؟ بقتلك. قالوا لي راجع لتبقي. إذا هالشي ما بيزعجك. أنت بقلبي. كلكم بقلبي. ليش العائلة المجموعة؟ تشربي بدون مناسبة هلا ما بدك تشربي؟ فرحتي برجعت سلفتي على غير عادي، رح تخليني اشرب شي غير عادي. مي. بصحتك سلفتي والقايل سلفتي. اشرب كاس خيك اللي ما إلك غيره وهو ما إله غيرك. كاسك خيي. بصحتك. بين الخيين والسلفتين ضعنا نحنا. كاس النايب المرتقب، كاس عمو رشيد وطنط سمية، كاس الجميع. صحيح، وين سبيهم مش معنا؟ بالمكتب ليام حامي عم بتنسق النقط الواصل اليوم. كيف سبين؟ حسب حماسك زياد. ابني قرب. اي قرب يا ابو طارق، اي قرب. رؤوف اعتبره وصل من اليوم، من هلا. عظيم عظيم. سوين؟ عندي اكل بالفرن ما بدي يحترق. حس يا قلبي رح يطير من مطرحه. اول مره بشوف عائلتي مجتمعه وفرحانه. والمغلف وحياتك بخز. واذا كارلا بقيت هيك قلت لها هالشي. كيف تعمل هيك يا سمية؟ قلتي لها لإلها منين بتعرفي؟ اذا المره تابت بعد الحادث عن الممشى الغلط ما فرقاني مع الماضي. الله يطمن لك قلبك، بس انا مش مرتاحه. من شو؟ تصوري تصوري كارلا بدها تسالني الي انا شو بعرف عن زياد ناصر وطريقه. ليش بدها تسالك؟ ما هي بتعرف. ما هيدا اللي مخوفني، ما تكوني هي. من يوم رجعت من المستشفى على البيت ومش هي. مش هي يا ست سمية، وحدة تاني قلبه قالب. نجيبة. لا نجيبة ولا حسيبة، انت شفتيها عم تكتب بايد اليمين وكارلا عسروية. شو بقول انا كل يوم تسألني سؤال بده حلم الله؟ مش هي، والله العظيم مش هي يا ست سمية. هاي. اهلا حبيبتي. شو بكت هيدا؟ ليه وجهك اصفر؟ حتى سبيل اسألي عن شو؟ مش شاكي انه كارلا اللي بيناتنا مش كارلا؟ ما قلت لكم؟ عن شو؟ شو؟ طلعت عمو رؤوف مش كارلا. بلا فخر عقل نجيبة، المرة تغيرت من جوا من بطن نعرفها. مين وصلك؟ صوت كارلا عطتني سيارتها من بعد الظهر. كارلا بعد ما صار عمرها 18. ولا انا. خلصت الشغل؟ عاخر صوت ونقطة. رؤوف انا رأيي ورأي بيك. شو؟ سافر على روما من 8 شهور ورجع ليلة الحادث. يعني لما عرف بالحادث تبع السيارة. ما بحب ريحته. هيدي الشغلة الوحيدة اللي ما تغيرت فيك. كرهك لريحة الدخان. نشكر الله. شو؟ انت معودني تراعي احساسي. طيب
شو عملت فينا؟ شو عملت فيكن؟ رجعتي لزقتينا مثل قطع البازل. بس ما اخذتوا معي كثير وقت. عادة البازل معقد بطويل، انتو لا. قولك الغير اللي عندك قوي. حبي لك هو اللي قوي. بتعرفي شغلي؟ لو خيروني احكم العالم كله او اغمرك العمر كله. تحكم العالم مغلوط، لانك انت العالم كله والعمر كله. حلوين مع بعضهم، بس حلوين اكثر لبعضهم. ما هن لبعضهم. مقهور نجوى؟ بلا، صدقني عم بسأل بمحبة. مقهور؟ لا لا، لانه ما وصلت او لانه لازم تفرح لخيك. المرأة قلبت لك فكرك راس كعب. شو بدك بيني وبينها؟ شو عملنا ببعضنا؟ خليك بسؤالي. فيها وبغيرها ما بيتغير شي بيناتنا. انا الكفيلة انه غير كل شي بيناتنا. انا بحبك كارلا، صدتك لانها بتحبك، وعيتك انه مرتك موجودة، صدمتني انه ما بدها اياك، ووعدتني اني غلطانة بحقك. كنت بعد وجهك بس يقرب نفسي من نفسك. ريحة الويسكي بتبعد، بس هلا ما في الا ريحة نفسي لنظيف اللي حامل نسمة حب، نسمة شوق لعيونك، لنفسك، لإيديك. ارجع حس فيهم، رجع ذكرني فيك، رجع لأول أسبوع قبل 936 اللي حسبهم باليوم والساعة. بدي الأسبوع الأول لأرجع عيش من الأول. ماذا بتحرس؟ أنت بتحرس وأنا بحرس وسابيني بتحرس. البنت ناقصة نحن. هلا هيدا لون عيونك؟ لا، هيدا لون الحب اللي بعيوني. كانوا بيتين دبلانين، رجعوا مفرفعين ضويين لانك عم تطلع فيهم. صرت مخلص آسيا وأفريقيا، بعد عندي 3 قارات لأحكم العالم. غلطان؟ يو أنجا خلصت آسيا، ما هي أكبر قارة في. تقدريلي شو بحبك مستعد تعمي شو ما بقلك؟ حتى لو طلبت انسحبة من النيابة. الحقني لك لآخر الدنيا. شو هو؟ ريم. شفت انه نالي معها حق؟ وين شفتي؟ سابين. وانت ليه مهتمه تعرفي اذا زياد سافر او لا؟ لانه يلي بيكذب بسفره بيكذب باداره حمله، مش هيك المنطق بيقول؟ رؤوف بليز، زياد مش نظيف بحقك ولا بحق عيلتك. زياد صديق الطفوله. وصديق الطفوله بجرب ياذي طفله بالعيله؟ إذا قصدك سابين فسابين بتحبه لزياد، بس هو لا.
بده منا يلي ما بتقدر بنت 17 سنة تعطيه. زياد هي قالت لي. شو عم تخرفي دولي؟ أنا ما عم خرف، أنا عم بحميك وبحمي عائلتي. بليز رؤوف بعد زياد عن حملتك وحياتنا. هلا عمو معروف ما فيني اقول اكثر. ليه؟ رؤوف افهمني، بعد زياد عن حياتنا بترجيك؟ لانه سافر على روما بدون ما يقول، ما بهد صداقه عمر كرمال سفر على روما. حتى اذا حياتك مبنيه على السفره. حياتي وصلت لهون؟ اكثر شيء بساله ليه كذبت علي؟ بركي عنده رفيقه او بده يسافر هو وياها على روما بدون ما يقول. احسن ما نساله من وين جبت مصاري التيكت والاقامه. بركي ضب قرشان من الحمله بدون ما يخبرني وسافر مشان موه عن حاله. يسرق يعني؟ كمان انت سرقتيني، سرقتي قلبي. شو عم تعمل؟ عم بسترد قلبي. طفي الضوء. امرك. تنزل معي؟ يلا شرف. وقت عم يمرق والخطر على رؤوف عم بيقرب ونحن مش قادرين نعمل شيء. معك حق. الو مين؟ نادر شو؟ الرافعي؟ خليني اتفضل. نقيب نادر الرافعي ومعه شخص. نقيب؟ مرحبا. اهلا ملحم عبد الكريم. اشهر من نار على العلم. نائب نادر الرافعي استاذ كمال مالك. اهلا وسهلا. شكرا. رودي جرجيان مدير التصوير والمحطه. تفضلوا. شو بقدر اخدمكم؟ معقول رؤوف بعد ما نزل نايم لهالوقت؟ بعتي نجيبي توعي. اتركهم عمو بيكونوا مطولين السهرة. أنا وطارق كمان طولنا السهرة امبارح. بهالسبب كان نازل عم يضحك؟ ولولا شغله ما كنت خليته يفل. ليش؟ مش عم تقول زينة كامل ماتت؟ وين أغراضك؟ عندي. فرجينا اياهم. حاضر. طوليهم؟ نعم. هول الاغراض اللي استلمتهم حضرتك من المستشفى مع الجثه؟ نعم. استاذ عبد الكريم مش عم تتعاون. ليه؟ لأنه ببساطة مش هول الأغراض اللي استلمتهم حضرتك. دكتور موسى بقول عن غير أغراض. ساعة ألماظ، عقد ألماظ، وحلق ألماظ. هول أغراض زينة كامل. طبيعي يكون أغراض زينة كامل، معاش هالقد بيشتري. بس بدي الأغراض اللي استلمتهم حضرتك. نقيب الرافعي عرفك على حاله. من الأنتربول. يعني القصة أكبر شوي مما عم تتصرف تجاهها. حضرتك مين بتكون؟ بعدين بتعرف. المهم هلا تتعاون معنا. إذا تعاونت تتعاونوا أنتوا معي؟ أستاذ عبد الكريم، نحن مش جايين إلا للتعاون. Thank you.
صارت معقولة. هودي لزينة كامل وهودي لوحدة تانية. أستاذ عبد الكريم أيها اللي عايش. أستاذ أنت استلمت ودفنت حدا تاني غير زينة كامل. كنت عارف؟ ليش اغراض اثنين معك؟ استاذ ملحم الانتربول من 6 سنين عم بفتش عن مرة خطيرة اسمها كارلا فرنانديز. كارلا شو؟ فرنانديز بيها ارجنتيني وامها لبنانية، طلقوا من زمان والبنت عايشة معها. امها من بيت مين؟ سابا. تعرفها استاذ عبد الكريم؟ لا. مثل ما قدرت تهرب مخدرات من امريكا الجنوبيه لاوروبا للبنان باسماء مستعاره كثيره، قدرت تهرب منها كل هالمده لحد ما صارت مرت رؤوف سالم. طبعا هالوضع الجديد ضيعنا لانها اختفت ووقفت عمليات التهريب. يبدو هي عرفت تحبكها منيح بشكل يضيع كل الادله. طبعا مش لحالها، مع شركاء قدروا يطمسوا شخصيتها ويحولوها لكارلا سابا وتتجوز رؤوف سالم. وهالشي انت عرفتوه؟ مش من زمان. هلا جينا لعند حضرتك لان عندك مذيعه كانت على الطياره حد كارلا سابا حسب منفذ الطياره. اذا كارلا ماتت بالانفجار يعني اللي عايش تحت هيدا الاسم هي زينة كامل. كارلا شو حبيبي؟ شو عم تعمل؟ عم بتحمم. لحالي؟ معي انا مساء. جرح العملية لما ولدتي لوسي. انت مين؟ فينا نلبس تيبي؟ لازم تسمع منيح شو رح اقول. اي خطوه ناقصه منك بتدمرنا كلنا سوا، وخصوصي انت. انت مين؟ زينة كامل. Thank you.
اسمع منيح شو رح اقول. تعرف ليه؟ قبضت جد قتله؟ انا اللي قبضت جد، بس حدا من العائلة؟ ما بدك تروح؟ بدي اشوف نيلي معبر. كارلا ماتت. ومات معها السر الرهيب لقتلك. اللي حملته انا. من اول ليلة لقلي بالمستشفى. ما ترجعي لموضوع قتلي. هيدي كذبة من خيالك المريض. لحد ما صارت حقيقة. بورقة لقيتها تحت مخديتي. هيدي كمان كذبة؟ لا. حبكتيها منيح زينة كامل. ورقة مطبوعة فيك تكوني انت طبعتيها لحتى تمشي بلعبتك على الاخر وتفوتي على حياتي بشكلك الجديد اللي انا عملته. انا سمعت اللي بيصير. تستغلي نقط ضعفي وجهلي بكارلا لحتى تحققي سبق اعلامي يخرب مستقبلي السياسي. كتر خيرك. بعد ما شفت شيء من غيري. لمين؟ للشرطة اللي مثلك بدها حبس. روق ما تدمي حالك. إذا خبرت الحقيقة هلأ ساعتها بيخترب مستقبلك السياسي والاجتماعي قدام الناس كلها وخصوصي قدام عيلتك. الحقيقة بتنهيك. مستحيل ابقى تحت سقف واحد مع محتالي او بقيها ببيتي. مثل ما بقيت مع مجرمة تحت سقف واحد 5 سنين. تحمل كم اسبوع لتبين الحقيقة وبعدين اعمل اللي بدك اياه. اي حقيقة؟ قتلك. وطي صوتك. بيتك خطر عليك وعلي رؤوف سالم. معقول عيش واكل ونام مع خريبه مع كذابه؟ حبيت انا الغريبه. وهي حبتني؟ ليه بدها تحبني؟ لانك خلصت من الموت. لانك كنت حتى وقدامه. لانك انسان نادر باخلاقك وبمبادئك. وهي من البداية بتحترم مبادئك. منعت الكل فيك كارلا. قربتي لوسي منك. رجعتي طارق لنجوى. رجعتيني عتخت كان بارد بالنسبة لي. وبتقولي انك بتحترمي مبادئي. ومبادئك انت اللي بتحترمي. انتوا بدكم تقتلوا. لوسي بدها ام شفتها فيي. نجوى بدها جوزة وجوزة بده اياها. ورجعوا لبعضهم. التخت البارد يلي عم تحكيني عنه انت بدك اياه.
لأنك بتحب مرتك، بس هي طلعت مجرمة بحقك. أمك بدها كارلا يلي تخلي النايب على طول عم يضحك. بيك بده النايب يوصل مع عيلة سعيدة. كلكم كان بدكم اللي صار، وأنا حققت لكم كل أحلامكم. عليك خفت على حالي لأنه السر صار مع غير كارلا، وإذا خبرت متت وإنت متت. بس بعدين حبيتك وبعدني بحبك. مثل ما قررت أحميك رح ضل أحميك، لأنه اللقمة اللي أكلتها معك والحب اللي تبادلته معك هن كل حياتي هلأ. إذا عم تسمع بصوتي صوت ضميرك فعرف إنه الغريبة مثل ما سميتني هي أقرب الناس إلك. يمكن اللي عملته غريب نادر ما بيتصدق. ضحيت بحقيقتي كرمالك. بس هلا قدامنا نعرف مين بده يقتلك وشو دوري انا بقتلك. انا وصلت اخسر كل شيء لحظه الحادث، وانت رديتني اربح حياتي من اول وجديد مع شخص بحبه بكل صدق بحبه. خليني قريبه منك، خلصك من الموت وقتل. مين عارف بحقيقتك؟ طبعا غير ملحم عبد الكريم. نيلي، نيلي عم بتساعدني لحتى احميك، وملحم كمان. واذا القدر حطني محل مرتك لاحمي لك بنتك فبعد مكمل لأحميك إلك كمان من الموت. كابوس 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 كابوس، عم عيش كابوس. عشته قبلك. الو. ايه بابا. لا لا، عم بحكي انا عم بحكي انا وكارلا بموضوع زياد. مش وقته هلا. طيب طيب يلا نزل. مرسي. مجبور. نازل هيك وبعد غير ثيابك؟ ام
فوتي شوفي البنت لحتى غادي. ما تنام على حرير كتير مع زياد ناصر. شوف مش بالبيت؟ لا هو مقتول بالبيت. نالي معوض انقتلت. سكرت بوجهه كل الابواب. ما بديش مرته، مش مرته، ومش قادر يصدق انه في مين بده يقتله. ما تظلم المرأة. ما اظلم زي ما كامل انا. واللي ضحت باسمها كرامتها وشرفها كرمال تحميه تطلع بلا جميل. قبل الطوف بتفلي. وجع، قلق، رعب وخطر عكل مين بيعرف الحقيقة. عم بتهددني زياد؟ أو بيوقف وش قاتل لهروب.